مساء الخير، كيفكم؟ شو الأخبار؟ يا رب تكونوا بخير. دكتور باسم، جراح تجميل، عم نحكي بهالفيديوهات عن المكملات الغذائية الخاصة بكل زمر الدم. برجع بقول بسبب كورونا والناس اللي تعرضوا للإصابة بكورونا، فهن بينصحوا بشكل أو بآخر على ينصحوا بشكل أو بآخر بتناول مكملات غذائية منها الفيتامين سي، الفيتامين دي والزنك. هذه تختلف من شخص لآخر، في ناس بدها تأخذها على شكل مكملات أو ممكن تأخذها من الغذاء. هذه هي فائدة الفيديوهات. المكملات الغذائية المفيدة لزمرة الدم بالمغنيسيوم، في حين تتعرض الفئات الأخرى لخطر الإصابة بنقص حاد في الكالسيوم. تعرض الفئة ب لاحتمال الإصابة بنقص حاد في المغنيسيوم، والمغنيسيوم هو العامل الذي يحفز آلية الاستقلاب تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة داخل الخلايا والأنسجة، يحفزها على العمل كما يجب. بالنسبة للفئة ب، المعدن الذي يوازي الكالسيوم أهمية، إنه المعدن، إذن المغنيسيوم هو المعدن الذي يوازي الكالسيوم أهمية، وهو الذي يساعد أصحاب الفئة ب على الاستقلاب تحويل الكربوهيدرات بفعالية أكبر من سائر الفئات الأخرى. قلنا مثلا بزمر تاني يرجعوا فيتامين ب يساعد الاستقلاب، هون المغنيسيوم، بما أنه الكالسيوم يتمثل أنه استقلابه يمتص الجسم ويحوله إلى عناصر غذائية لدى الفئة ب بفعالية كبيرة، فهم معرضون للإصابة بعدم توازن ما بين معدلات الكالسيوم والمغنيسيوم. الحدث هذا القلق سيجدون أنفسهم عرضة للإصابة بأنواع مختلفة من العدوى الفيروسية أو بضعف المناعة. إذا أنت زمرتك دم ب، خذ مغنيسيوم. عندك مشكلة بالنسبة للفيروسات، خذ مغنيسيوم. إذا كنتوا تحسوا بالتعب الإحباط، يحتمل أن تعانوا اضطرابات عصبية. في هذه الحالات يستحسن أن تفكروا بأخذ المكملات الغذائية من المغنيسيوم 300 إلى 500 ملغرام. أنا بوصفه للناس إذا كان عندهم إذا بيبذلوا مجهود رياضي وبيصير عندهم تقلص بالعضلات. تقلص العضلات بيكون بسبب زيادة حمض اللاكتيت الناتج عن الاستقلاب اللاهوائي للسكر، وبالمجمل تقلص بسبب بدنا نعطي مغنيسيوم. الأطفال كثيرين من الفئة بي يصابون بالأكزيما، وغالبا ما يكون المغنيسيوم. إذا زمرتك بي وأكزيما كمان خذ مغنيسيوم. أي نوع من أنواع المغنيسيوم ممكن أن يفيد، لكن عدد كبير من الذين يأخذونه انزعجوا من تأثير المغنيسيوم سترات المسهل للمعدة، ممكن يسبب إسهال أكثر من أي نوع آخر من المغنيسيوم. إذا أفرطتم في جرعات المغنيسيوم مؤثر ذلك من حيث المبدأ على معدلات الكالسيوم في جسمكم، احرصوا على تناول مأكولات غنية بالكالسيوم على مثل مشتقات الحليب، المخمرة، الأجبان. إذا التوازن، بدك توازن بين الكالسيوم والمغنيسيوم. المأكولات الغنية بالمغنيسيوم المفيدة للفئة ب، خضار المسموح بها، الحبوب والبقول، الأعشاب الطبية والعناصر الكيميائية النباتية المفيدة للفئة ب هي عرق السوس. طبعا بالمجمل حكينا عنه من قبل، يتمتع على الأقل بأربع منافع: يعالج تقرحات المعدة، عامل مضاد لارتقاط فيروس القوبة الهربس، يعالج أعراض التعب المزمن، ومنع حدوث الهبوط الحاد في نسبة سكر الدم. ينبغي أخذ العرق السوس بحرص شديد، لأن الأفراط فيه يؤدي إلى حبس الصوديوم داخل الجسم، بالتالي إلى ارتفاع ضغط الدم. إذا كانت فئة دمك ب وتعاني من انخفاض حاد من نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام، اشرب كوب أو اثنين من العرق السوس المحضر كزهورات بعد أن تتناول وجبة الطعام. وإذا كنت تعاني من أعراض التعب المزمن، ينصح أن تأخذ محلول مأخوذ من عرق السوس تحت إشراف الطبيب. تناول مكمل غذائي المعد من عرق السوس دون استشارة طبية أكيد شيء مو مسموح، لهيك لازم بشكل أو بالتاني تأخذه ما رح نقول بحذر، ولكن إنه يكون بوعي. الأنزيمات الهضمية، إذا كان في الدمك بي ولست معتادا على أكل اللحوم أو مشتقات الحليب، يمكن أن تواجه بعض الصعوبة في البداية للتأقلم مع النظام الغذائي الخاص بك. تفادي هذه المشكلة، خذ أنزيمات هضمية مع وجباتكم الرئيسية لفترة معينة، تتمكنوا من أنه تعودوا بسرعة لتناول المأكولات الغنية بالبروتين. بروميلين أنزيم تجده في الأناناس، متوفر أيضا على شكل حبوب مكملة.
بيساعدنا. اذا الانزيمات الهضميه وحكينا عن البروميلين الاعشاب المساعده على التركيز بالنسبه للفئه الدم ب تزيد هذه الاعشاب التركيز نشط الذاكره وهما مشكلتان يعاني منها اصحاب الفئه ب المصابون باضطرابات عصبيه او عدوى فيروسيه. افضل هذه الاعشاب هو الجينسينج سيفيريا وجينكو بيلوبا وهما متوفرين. كمان جينسينج سيفيريا يزيد سرعة اتصال الخلايا العصبية ودقتها. جينكو بيلوبا العقار الأكثر مبيعا في ألمانيا حيث أن أكثر من 5 ملايين شخص يتناولون جينكو بيلوبا يوميا. ينشط الدورة الدموية الصغرى في الدماغ. لهذا السبب غالبا ما يوصف الأشخاص المسنين وقد اعترف العلم مؤخرا أنه منشط عام للدماغ منبه للذهن. تمام. هل عادة في دورة دموية كبرى وفي دورة دموية صغرى خاصة بالرئتين، دورة دموية خاصة بالدماغ. من اللي بيفيد الليستين، الليستين مقوي للدم متوفر خاصة في الصويا يسمح مولدات الضد الخاصة بالفئة بي والمتواجدة على سطح الخلايا أن تتحرك بسهولة أكبر وتحمي جهاز المناعة بشكل أفضل. يفترض بأصحاب الفئة بي أن يسعوا للاستفادة من منافع حبات الليستين وليس من الصويا نفسها، لأن تركيز الليستين في الصويا ليس كافيا وحده ليكون له الأثر المرجو. تعتبر المثابرة تناول كوكتيل ملين للأغشية الذي ذكر سابقا عادة جيدة تمكنكم الحصول على هذا المنشط الممتاز لجهاز المناعة في كوبنا المشروب اللذيذ. هلا هاد كان الفيديو الخاص بزمرة أو الخاص بالمكملات الغذائية المفيدة لي أو ينصح بها بالنسبة لزمرة الدم. تابعونا بالفيديو الأخير اللي هو عن المكملات الغذائية أو المكملات الغذائية اللي ينصح بها بالنسبة لفئة الدم A B. ذكروا هلا بالنسبة بسبب الموجة الثانية من كورونا. إن عجبكم الفيديو اعملوا لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس.